وأيضا لمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر وهذا التقرير معي عبر الهاتف المهندس يونس البراك وكيل وزارة التعليم للمباني والتجهيزات المدرسية. مهندس يونس، أهلا بك معنا في عين التعليم، ولعلي أبدأ معك من حيث فكرة هذا اللقاء، هل هو يتحدث عن نقلة نوعية في المباني أم شيء آخر؟ أهلا وسهلا فيكم. الوزارة الحمد لله وشكر له ودعم من حكومتنا الرشيدة تشهد نقلة نوعية في كافة منشآتها التعليمية على مستوى التعليم العام والمدارس، وكذلك على مستوى التعليم العالي بالجامعات وانتشارها في جميع مدن المملكة ومحافظاتها. الحمد لله تم خلال السنوات الثلاث الماضية الاستفادة من أكثر من 2000 مشروع مبنى تعليمي نموذجي، وهذا الحمد لله ادى يعني ان احنا يعني نستغني عن عدد كبير من المدارس المستاجره. وطبعا في اخر 18 شهر في السنه ونصف الاخيره تم استيعاب تقريبا ما يزيد عن 400 الف طالب وطالبه من المباني المستاجره، كانوا يدرسون داخل المباني المستاجره الى المباني الحكوميه مناسبه ومهيئه للعمليه التعليميه وفيها كل الخدمات المطلوبة للعملية التعليمية. اللقاء هذا يعني هو لقاء سنوي، يعد نوع من التشاور وتبادل الآراء والأفكار حول رفع مستوى أداء المباني التعليمية وتحقيق التكامل بين قطاعات الوزارة، وكذلك التكامل مع الجهات المساندة للوزارة في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطلاب. لاحظنا مشاركة وزارة المالية والشؤون البلدية وكذلك الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، هل لهم دور في مثل تحسين وجودة الأداء في المباني؟ طبعا أكيد وزارة الشؤون البلدية والقروية هي شريك أساسي مع الوزارة لتوفير المرافق التعليمية ووضع الأسس والمعايير الخاصة بإنشاء المباني التعليمية سواء التعليم الحكومي أو التعليم الأهلي. وبالتالي لا بد يكون في قنوات تواصل دائما ومتصلة مع الوزارة لتوفير الخدمات المطلوبة. جميل، إذا كان معي وكيل وزارة التعليم المباني والتجهيزات المدرسية المهندس يونس البراك، شكرا جزيلا لك.